كل من الدوي قاعد وحدي كي تختم لي باش نعمل توقعات نتاع مقابلات. تجي لعنة أزلية، لعنة من التاريخ تلحق فيا من بحالة الشن نتاعي، لعنة التوقعات الغالطة. توقعات تاعي كل ديما غالطة، راي ديما غالطة التوقعات تاعي. فما لعنة تتفوق على التكتيكات، تتفوق على كل شيء، وتجي لينا بالذات وتعمل لك عقدة وتقول لك توقعات الكل غالطة، ما فماش حتى توقع باش تعمل صحيح. توقعت أنه مازنبي بتترشح لحساب الرجاء، اخترش حتى الرجاء. توقعت انه صن داونز تترشح لحساب الاهلي، وترشح حتى الاهلي. توقعت انه الزمالك باش تنزل من الترجي، اخي الزمالك ترشحت. توقعت كلها غلط، ولكن توقع واحد من بيت الوداد والنجم، توقعت الوداد باش ترشح، الوداد ترشحت. باقي كل توقعات غلط، معناها لعنه ازليه في قناتي وزع بالذات. واليوم زيد باش نعاود نعمل توقعات غلطين اخرين هاهم من تو، معناها توقعات غلطين باش يطلعوا غلطين من تو. بينات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي والوداد والزمالك والرجاء البيضاوي، نتعداو طول للتوقعات نتاعي وتوقعات تطلع غلط مره اخرى. ام ميساج كملوا تفرجوا في الفيديو، متنساوش ابوني الشين وجيم، وتعداو طول للتوقعات. نبداو بالماتش الاول ما بينات الوداد والاهلي المصري. الاهلي المصري اقصى صن داونز، والوداد اقصى نجم الرياضي الساحلي. كل فريق لعب في بلاده وفي خارج بلاده عمل اداء مش كالطياره على الاخر، ولكن بامتياز. الاهلي تعادل 1-1، سجل هدف. الوداد ملعب الجمله خارج ميدانه، هذاك علاش انا اليوم باش نعطي الترشح لفريق الاهلي المصري الى نهائي دوري ابطال افريقيا. توقع قادر انت، معناها الوداد اللي باش ترشح في الاخر، معناها جيت حبيت نقول لكم هكا. بين تعدوا للماتش الثاني بين الزمالك والرجاء، توقعات كلها معناها تمشي صح. الرجاء، الرجاء اقوى، الرجاء تلعب كره اكثر، الزمالك ما تلعبش كره، الزمالك اقصى ترجي التونسي بطل القاره، ولكن بالرغم من هذايا فريق متوسط تكتيكيا، الرجاء افضل. لذلك انا باش نعطي الترشح لفريق الرجاء البيضاوي، ان شاء الله تطلع غلط اتوقع. معناها في النهايه باش يكونوا بينات الزمالك والوداد في الاخر، لكن انا توقعت الاهلي والرجاء، لكن باش يطلع العكس تو تشوفوا بعد. معناها فريق من المغرب وفريق من مصر توقعته باش ترشحوا النهائي، شوية تاع صحيح هكا، شوية تاع صحيح هكا. الوليد معناها يطلع غلط، وبعد متأكد معناها توقعات تاعي كلها غلط باش تطلع الميساج. توقعوا توا الفريقين هذو باش ترشحوا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا. شكون بطل؟ مش وقت شكون بطل، حتى تسلك التوقعات هذيا ومن بعد نتوقع لكم شكون البطل تاع دوري أبطال إفريقيا السنة هذيا. بعد خروج بطل الترجي التونسي بقاو فرق كلها معيار ثقيل، اصحاب المراكز الثانية كلها ترشحت، اصحاب المراكز الاولى خرجت بلعنة تاريخية. تعرف اصحاب المراكز الاولى خرجت خاطر توقعتها باش ترشح، هنا هذاك علاش خرجت من الاخر، لانهم اصحاب المراكز الاولى بطبيعة اقوى شوية من اصحاب المراكز الثانية، ولكن كلهم خرجوا واصحاب المراكز الثانية هما يترشحوا. معناها توقعات تاعي كلها هي سبب لعنة دوري ابطال افريقيا الموسم هذايا. هكاي نص نهاية الحلقة، متنساش ابوني الشين وزيد الفيديو وكسبسكرايب، وتصبحوا على خير ناس الكل. نتلاقاو في ماتشات اخرين وتحاليل اخرى، تصبحوا على خير.